السلام عليكم. هذا المقطع راح يكون بعنوان كيف يبدو الفراعنة في الحقيقة. اليوم أنا وأنتوا راح نتعرف على أشكال الفراعنة، كيلوباترا ونفرتيتي والفراعنة يعني باختصار راح نتعرف أنا وأنتوا على أشكال الفراعنة لو كانوا بالحقيقة. التكنولوجيا عم تتطور وعم يصير في برامج وقصص وأشياء عم تخرب الدنيا يا جماعة الخير. فخلونا نأخذ هذا المقطع بعنوان كيف يبدو الفراعنة في الحقيقة. هل تسألت كيف تبدو نفرتيتي وحنتبوش وكيلوباترا في الحقيقة؟ طيب يا جماعة ما بدي طول عليكم أكثر، كتير متحمس ومتشوق، بدي أشوف إذا في شخصية لفرعون بين هالشخصيات. كتير حابب أشوف فرعون، شوف شكله هذا اللي تحدى رب العالمين، استغفر الله، بدي اشوف كيف كان شكله. تمام، بس قبل ما نبدا هي اسمح حسابي على التيك توك، بتمنى من الكل يضيفني عم يطلع بسوس مباشره. يلا نروح ونشوف الفيديو، ليتس جو. اوكي يا جماعه، مثل ما شايفين هون عندنا اخناتون. اخناتون هدول الشخصيات كلها بتلاقيها ب مسلسل يوسف الصديق اظن. اخناتون كيف كان شكله؟ هون الله اكبر، هذا اخناتون، هيك كان شكله. طبعا مو طبق الاصل، ولكن عم يعطوك ملامح يعني جدا حقيقيه. واو عم يتحرك. اوكي، حنتشب سوت. شلون تنقرا هي؟ تعال شوف هي. حتشبسوت شباب اللي هو، بس خلينا نشوف كيف شكلها بنت هاي. والله مزة والله الفراعنة القدامى كانوا مزز يعني. اوه كيلوباترا، تعالوا نشوف كيف شكلها. واو عن جد كتير واو، والله اشكالهم كلها حلوة يعني، ما تحسهم من الماضي. حلو. اوكي هيك راح تتحرك، حلو كثير. اوكي رمسيس الثاني، خلنا نشوف كيف كان شكله. شوفوا الدقة اللي عم تطلع كي. واو بس ليش كأنه بيشبه الطيف الأعمى تبع باب الحارة؟ عن جد بيشبه الطيف الأعمى أو بيشبه السيسي. والله العظيم هيك ملامح يعني. أمنحوتب الأول كيف شكله كان؟ الله الشبه. لا مستحيل، والله هو. أنا ما بعرفه، أنا كيف عم أقول هو وأنا ما بعرفه، بس عم أقول لكم هو، لأنه شوفوا كيف الملامح طلعت بمكانها. ركزوا. شوفوا كيف 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 راح يطلع نفس الملامح. الله أكبر يا أخي، بس هتكنفوا أكبر شوي. واو هاي اشكال الفراعنة، متخيلين؟ هاي اشكالهم لو كانوا حقيقيين اليوم، هاي اشكالهم يعني. والله شي غريب سبحان الله. اوكي احمس نفر، ترى اخي الاسماء زوجة احمس الاول. اوكي شوفوا، اتوقع هي راح تطلع مزة ولا؟ يا الله والله وظريفة حتى كثير. ايش هالتطبيقات وهالبرامج اللي عم تخلي يا زلمة الصنم يتحول؟ والله هي غير شغلة. أمن حوتب الثالث، ليش هذيك عيونه بشبه السمكة؟ دقة ابداع تصميم رهيب. اوكي هيك عم يتحرك،
بس ترى اشكالهم جد كثير قريبه يعني ولا لا عكسك تماما؟ يعني يمكن الصنم هو نفسه شكله مو صح، ما بيشبه الاصل. يعني تخيلوا عم يحيوا الاموات من الاف السنين يا اخي، شو هاد؟ بس شوفوا الشبه كثير كبير لاخوتنا المصريين، في كثير شبه حقيقه. مين بيشاركني وبيأيد الرأي بأنه عن جد كثير بيشبهوا المصريين حقيقة؟ ليش هيك شكلها؟ واو حلو إبداع. طيب خلنا نشوف نفرتيتي. اوكي هذا اكلين ادني، هم بيرمموا الصوره وكذا وبيلبسوها وما بعرف كيف يعملوا بطريقتهم يعني. خلينا نشوف نفرتيتي. الله اكبر اخي، هو نفسه. حتى شوفوا الادنين، ركزوا. يا الله شو هذا، يا الله شو هذا، شو هالتكنولوجيا. شوفوا يعني ما بعرف كيف حتى الادنين مسوينها كثير قريبه. فظيع. اوكي احمس الاول اخي، هذا كيف بدك تزبطه؟ إيه هذا خالص هذا. طيب ما اكيد رح يزبطوه رح يطلع شيء بيشبهه. خلينا نشوف احمس الاول. والله التمثال رايح، هذا عمره الاف السنين تخيلوا. ايش هذا؟ ايش هذا؟ انت منين طلعت؟ انت وين لقيت هاي الكلاوات؟ والله مقطع رهيب والله. تح تمس الثالث اللي هو شباب. صبي ولا بنت هذا؟ شو ليش هون في حلا؟ صبي ولا بنت؟ اوكي تمثال الكاتب الجالس. مين هذا؟ من الفراعنة هذا؟ لا الله اكبر يا اخي، تحس شخصية حقيقية يعني. يعني اذا بشوفها بالشارع عادي ما بستغرب، لانه يعني بيشبه كثير يعني. يعني ما بعرف كيف بدي اوضح لكم انه يعني وجه كأنه مألوف الي يا زلمة. يعني مو غريب، ما بتحسه كرتون، ما بتحسه وجه حقيقي، هذا مستحيل. تعال نرجع شوي لورا شوفوا. والله كفو. واو يا الابداع يا الابداع. اوكي ما دقة هذه الرسومات في رأيك؟ طيب المقطع انتهى. شوفوا بدي اعطي رأيي يعني يا جماعة الخير. ما بيدخل العقل عن جد يعني. شي دقيق، شي بروفيشنال. اتمنى ما نكون اسأنا للفراعنة بهاي الحلقة حتى ما تنزل علينا لعنتهم، لانه عن جد الكليب حسب اليوتيوب يكتب لعنة الفراعنة. اخي والله ما بعرف شو عم يسوي بالعالم. فتحياتي للفراعنة وتحياتي للرمانسيس وانخناتون وكلهم هدول عرفتوا اصدقائنا. فهذا كان مقطع اليوم، اتمنى يكون نال اعجابكم. لو سكر هذا المقطع هيسمع حسابي على التيك توك الكليب اللي متابعة مطلع بسوس مباشرة. الله يسعدكم، تحية للجميع، سلام عليكم. Back to reality.